أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أجواء شديدة الحرارة خلال الفترة الماضية خاصة مع دخول شهر أغسطس والذي يرتفع به درجات الحرارة بشكل كبير. هيئة الأرصاد كشفت عن ظواهر جوية جديدة يصاحبها سقوط أمطار خلال الأيام الماضية. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب على مناطق متفرقة من جنوب البلاد، قد يصاحب سقوط الأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة. كشفت أيضا الهيئة أن تفاصيل وخرائط الأمطار التي تبدأ من الجمعة وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الجمعة فرص أمطار على جنوب سيناء، بالإضافة أيضا إلى يعني نشرها لبعض الخرائط، خرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وهي تأتي كما يلي: السبت 6 أغسطس 2022 يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا. ننتقل إلى الأحد 7 أغسطس والاثنين 8 أغسطس 2022 فيشهدان فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا. أما عن الثلاثاء 9 أغسطس والأربعاء 10 أغسطس فيشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا. من جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن هناك اعتياد في السنوات الأخيرة على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في فصل الصيف وبالأخص في شهر أغسطس وسبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر في سقوط الأمطار الصيفية على السودان وإثيوبيا. وأضافت غانم أن في الحزام المداري بتقابل الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، وما يؤثر على الأمطار الغزيرة مما يؤدي إلى السيول، وهو ما تم الاعتياد عليه في إثيوبيا والسودان، لكنه يرتفع شمالا ويبدأ في التأثير على مصر بوجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط أمطار مع توفر كتل هوائية رطبة في طبقات الجو العليا وكتل هوائية على البحر الأحمر مع ارتفاع في درجات الحرارة. تبعت: لم نكن معتدين على أمطار الصيف، لكن في السنوات الأخيرة بدأنا في التعود عليها، ولكن في بعض المناطق الحدودية مثل حلايب وشلاتين وبعض مناطق أسوان، كما أنها تكون غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، وهو ما سنشهده بداية من اليوم. فهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة والتي قد تكون رعدية أحيانا بسبب وجود فرق كبير في درجات الحرارة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا، فتتحول السحب إلى سحب رعدية مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة، وهو ما تم ذكره في تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية. نهاية بشكركم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، بالتأكيد بدورنا نوصل حضراتكم دوما على كافة مستجدات حالة الطقس. شكرا لكم وإلى اللقاء.